الترقية هو ما نقوم به حاليا، وده تاخد بيه قرارات، والبطاقات اللي مطلوب ترقيتها موجوده على موقع دعم مصر، ودول اللي لما ننقي هنضيف فيهم مواليد. طيب اللي بيتكلم عليه الاستاذ عبير ده الاستبعاد. هناك لجان، واللجان دي على اعلى مستوى وبيتابعها فخامه الرئيس بنفسه، هو اشار ليها في اللقاء الاول، ودي بتعقد بشكل دوري، اللي هي مجموعه الدعم، اداره الدعم دي بتشوف مين او ما هي المعايير اللي هنحطها علشان نقدر نقول الناس دي تاخد او ما تاخدش. من ضمنها الدخل، من ضمنها امتلاك سيارات فارغه، من ضمنها الحسابات في البنوك، اولاد في مدارس اجنبيه، امتلاك او عنده في جامعات خاصه، مجموعه من المعايير بيتم وضعها، ولكن يتم حق ليس حقه بالظبط، ودي لابد انها تطرح تمام الحوار المجتمعي. ده انا معاك جدا بالظبط. لما نحط المعايير دي والحوار المجتمعي يقرها، ترفع الى الوزراء ثم الى مجلس النواب ثم ننفذ. طيب انا الحقيقه بختم، وكان نفسي اطول معاك، عندنا شكاوى كتير، واحنا اتفقنا ووعدتنا كل الشكاوى دي هنبعتها لحضرتك. في الختام تقول ايه في جملتين للمواطنين؟ اولا يعني اوجه الساده المواطنين لاكثر من نقطه. اولا البطاقه التمويليه هو حق ثلاث مرات اهوت، وليس منحه من احد. احتفظ ببطاقتك معاك، لا تسيبها الفران ولا بقال، لان ده بيحصل تلاعب وبيحصل اهدار، وحضرتك اللي هتدفع الثمن. النقطه الثانيه، استماره ثمنها جنيه واحد فقط. ما تسمحش لحد يديها لك باكتر من كده. متوفره في المكتب، متوفره والمكتب اللي ما عندوش. الاستماره فيها سوق سوداء يعني يا فندم، حتى اللي ما عندوش يكمل حضرتك. ما فيش حاجه اسمها ما عندوش، موجود المكتب عنده. اوكي. ولو المكتب قال ما فيش، المديريه تيجي وتاخد الاعداد متوفره عندنا في المخازن باي كميات المكتب عايزها، بشرط ان هو تتسجل على الكمبيوتر. بالظبط. النقطه الثانيه يا فندم، ارجو من الساده المواطنين احتراما ل دور غيرك ودورك، روح في الاسبوع المخصص لبطاقتك عشان تخفف العبء. وتاني بوعد حضراتكم ان مفيش حد هيضاف وحد لا، جميع البطايق كلها هتتاخد. معالي الوزير عمل تيسيرات غير طبيعيه لحضراتكم، ما بقاش في حاجه اسمها برنت تامين احنا بنجيبه لحضرتك، ما بقاش في حاجه اسمها بحث اجتماعي احنا بنجيبه لحضرتك، مش معنى كده ان هو اتلغى. ما في السوشيال كانوا بيتكلموا عن مشاكل الاضافه دي والاستمارات حصل بروتوكول مع وزاره التضامن، ما فيش الكلام. طيب مش ما فيش يا فندم، ما تلغاش، ما تلغاش. انا كوزاره انت عندك التعاون مع وزاره بالظبط، بطلع للمواطن الكلام ده. بشكرك جدا.